بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسري. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل شويه حلويات كده، حاجه تعجبكم بسيطه. عارفين طبعا البلاك فورست بتبقى لونها بني، احنا هنعملها النهارده ابيض بطريقه بسيطه، وهنعمل لكم السبونج كيك بطريقه جديده يا رب تعجبكم ان شاء الله. هنبدا تفاصيل واحده واحده، لان انتوا عارفين ان انا بشتغل معاكم بالتفاصيل واحده واحده. يلا بينا. اول حاجه هنقول المقادير. المقادير بتاعه الكيك او السبونج كيك هو عباره عن 5 صفار بيض، وكمان 3 بيض كامل، ونص كوبايه سكر، 3/4 كوبايه من الدقيق، ربع كوبايه من النشا، وربع كوبايه من الزبده السايحه، معلقه فانيليا، ونص معلقه بيكنج باودر. ده الخليط بتاع الكيك. الحشوه عباره عن 1/2 كيلو من الفراوله متقطعه قطع صغيره، وكوبايه من السيرب الخفيف. اما التوبنج هيكون عباره عن كريمه مخفوقه 2 أو 3 كوبايات، وعليهم كوبايه كريمه سايله، وكمان 1/2 كوبايه من الشوكولاته السايحه البارده، وعندنا كمان 2 كوبايات من الشوكولاته المبشوره. تمام بينا؟ يلا بينا. شوكولاته بيضه مبشوره. هنبدا نقول بسم الله ونشغل البيض مع صفار البيض، ونخفقهم مع السكر لغايه ما يعملوا فوليوم كويس قوي. دي طريقه جديده ولذيذه للسبونج، بتبقى زي ما تقول كده محمله شويه. هنحط السكر 1/2 كوبايه، ونيجي هنا نخفق البيض كله مع بعضه، الصفار مع البياض، ونسيبهم يتخفقوا مع بعض كده تمام التمام لغايه ما يدوني الخليط اللي انا عايزه. يعني معنى كده يتضاعفوا 3 أضعاف، يتضاعفوا 3 أضعاف. أنا لسه هضيف عليهم الزبدة السايحة، وهنيجي هنا ناخد الدقيق نضيف عليه النشا، تمام كده، وكمان نضيف عليه البيكنج باودر، ونقلب. تعرفين طبعا عملية التقليب دي بتخلط معانا البيكنج باودر مع النشا مع الدقيق أهم بالراحة خالص. طبعا عايزين تعملوه بالمصفى مفيش مشكله، يبقى اجمل يعني. كده خلطنا النشا مع البيكنج باودر مع الدقيق خلطه تمام التمام، وهاجي هنا هزود السرعه اللي هي البيض مع صفار البيض مع السكر. ليه؟ علشان يرفع معايا. واحنا بنشغلين كده هنمسح كده بالراحه، ونروح نشيل الحاجات دي كلها، ونخلي بس الشوكة هنا جنبنا، وبرضو نمسح كده ما نخليش اي حاجة جنبنا، ونفضل معاه لغاية ما يرفع معانا بياض البيض مع صفار البيض مع السكر. في نفس الوقت علشان نستغل وقتنا بقى، هناخد تقريبا 2 أو 3 كوبايات من الكريمة. لو حطينا الكريمة البيضة على الكريمة المخفوقة هتخرز. يعني ايه هتخرز؟ هيبقى فيها حبيبات وجزيئات كده، فلازم نعمل حاجة لذيذة قوي هتشوفوها دلوقتي، اللي هي هناخد خليط الكريمة اللي هي السايلة، نحطها على خليط الكريمة المخفوقة، ونقلبها شوية. تمام كده شايفين اهو، علشان ما تخرصش معانا نقول بسم الله، وتكون الشوكولاتة بتاعتنا سايحة. وبعدين قبل ما احط على الكريمة كلها، هاجي اضيف معلقه كبيره من الكريمه بتاعتنا كده، ونضيفها بالراحه لغايه ما تختلط مع بعض. قبل ما اضيف عليها بالراحه خالص، قبل ما اضيف عليها الكريمه خالص اهو، تمام. شايفين بدات كلها تبقى خليط واحد اهو. نضيف عليها كمان شويه من الكريمه حسب ما انا عايز اعمل الكريمه بتاعتنا. خلاص بالراحه خالص كلها اختلطت مع بعض بالشكل ده. هناخدها علشان خاطر نحطها في كيس، ونرجع تاني نوريكم هنعمل ايه. اول حاجه هنجيب الكيك بتاعنا بعد ما يطلع معانا بالشكل اللي هتشوفوه، وشكل جميل جدا.
هنيجي عند السيرب الخفيف. سيرب خفيف يعني ايه؟ يعني كوبايه سكر عليها كوبايتين ميه، يغلي غلوتين عليها عصره ليمون. ده الكيك بتاعنا وده السيرب بتاعنا ودي الفراوله اللي هتبقى في الحشو. بس هستنى لما يجي معانا الخليط بتاعنا اهو، وهنيجي هنا نستنى بس دقيقه لما نفضي كل الكريمه في الكيس ونوريكم هنعمل ايه. نزود السرعه شويه لغايه برضو ما ترفع معانا وتديني القوام اللي انا عايزه، لان انا لسه هزود عليها الزبده السايحه وهنزود الفانيليا وبعد كده هنزود اخر حاجه الدقيق. تمام، بالراحه خالص مش مستعجلين. عندي برضو كمان هنا شويه من الفراوله هنجرنش بيهم في النهايه الكيك بتاعنا. عايزين نحط على وشه كاكاو ماشي، عايزين نحط على وشه قطع من الشوكولاته، دي حاجه ترجع لكم. احنا فضينا كده اهو. تمام، هنيجي هنا ناخد روزيتا كده عشان تثبت معايا بالراحه، وناخد اول قطعه من الكيك. تمام، ونضيفها ونثبتها الاول. تمام، بعد ما ثبتناها كده هنجيب فرشه، احنا معاكم بالتفاصيل كامله، ما بنعملش حاجه خالص من وراكم. الفرشه بتاعتنا يبقى موجوده هنا اهي، ونيجي هنا ناخد شويه من السيرب الخفيف نسقي بيه. تمام، بعد ما سقينا بيه كده هنعمل ايه؟ هقول لكم دلوقتي. ناخد جزء من الكريمه بس مش كتير، يعني الحشوه كده ما تخلوهاش كتيره عشان تقدروا تفردوها بأي شكل. وبعدين هنفرد السباتولا على الكيك ونحط شوية من الفراولة. حلو كده، شوية من الكريمة بسيط خالص، حتى لو خرجت بره الكيك ده مفيش مشكلة خالص. وبعدين هنا ناخد شوية من الفراولة نوزعهم كده بإيدينا، وناخد تاني قطعة معانا من الكيك بتاعنا. طيب أنا بقى هعمل إيه دلوقتي؟ هروح أبص كده على البيض بتاعنا، هضيف له كل بعد ما يعني يرفع معانا شوية الخليط بتاعنا، وهحط بقى الطبقة التانية وأجلسها تاني لغاية ما نرجع من فاصل سريع. محدش يوقف في أي مكان، الجديد الممتع التعليم هتلاقوه مع الشيف يوسف، برنامج مطبخ الحياة، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم. انا كل اللي عملته هنا ان انا حطيت الطبقه الثانيه من الاسبونج بتاعنا وغرقته شويه من السيرب، وكمان حطيت له شويه من الفراوله وشويه كريمه، ولسه ما خلصتش، فعشان كده هنعمل الكيك بتاعنا. بصوا بقى الاسبونج بتاعنا او البيض عمل ازاي. هزود عليه كده الزبده شويه بشويه. تمام، اه، لغاية ما يتخفق مع بعضه كله يبقى خليط واحد. تمام، وبعدين هنيجي هنا بعد ما زودنا الزبدة هنرفع ونقول بسم الله كده. بصوا الخليط عامل ازاي اهو، شبه المرنج يعني متماسك جدا. فانا هنفض ده كده، وبعد ما عملنا كده الحركة دي هنيجي نعمل ايه؟ نقول بسم الله، وبعدين ناخد نخرعها دي خالص ونجيب سباتولا ونفضي الدقيق شويه بشويه. الحركه اللي انا بقول لكم عليها دايما عشان تبقوا عايشين معانا القصه كلها. ناخد معلقه كبيره من الدقيق اهو، وزي ما قلنا من تحت لفوق من تحت لفوق اهو. اه شايفين طبعا، وانا بقلب كده ممكن اضيف شوية الفانيليا بتوعنا. تمام، وبعدين شايفين الخليط معانا ما هبطش، هو ده نجاح الاسبونج بتاعنا. تمام، من تحت لفوق كده لغاية ما الدقيق بتاعنا يبقى خليط واحد ومتجانس. وبعدين ننزل تاني الدقيق ده فيه ايه بقى؟
في معلقه بيكنج باودر وكمان ربع كوبايه من النشا. نقلب كويس قوي اهو، حلو قوي. بعد ما عملنا ده كده خلاص اخر كميه من الدقيق اهي، ونقلب بالراحه خالص. شايفين اهو الخطوات بتاعتنا واحده واحده، هو ده اللي بينجح معانا اي سبونج. اي سبونج لو عملت عجينه يبقى كده مش كويسه خلاص. والحلويات محتاجه حاجات دقيقه وشغل دقيق جدا علشان كده تطلع احلى من المحلات كمان، يعني مش زي المحلات وبس، احلى من المحلات. انا عندي فورمه اهي هنفضي فيها الاسبونج، والفورمه دي فيها بلاستيك وفيها كمان شويه من الالومنيوم. ننزل كله، عايزين تصغروا مفيش مشكله، عايزين تخلوها كبيره كده تبقى، بس الكبيره دي هتبقى طبقتين بس، يعني هتبقى اتنين ديسك مش ثلاثه، عشان برضو نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. وهنفرد وان شاء الله نوريها لكم عامله ازاي. اهو نجمع بقى الحاجات اللي مش محتاجينها، نفرد كويس قوي. بعد ما فردنا كده نخبط عليها كده كويس، ونخبط التخبيطه بتاعتنا دي، ونرفع ندخل الفرن درجة حرارة 180 35 دقيقة، زي ما بقول لكم درجة حرارة 180 35 دقيقة اهو. بسم الله على الشبكة، على الشبكة تمام. وان شاء الله يا رب كده تطلع معانا وهوريها لكم. حاضر، نرجع للكيك. بعد ما طلع معايا الاسبونش بتاعنا ده سبته يبرد خالص، وزي ما قلت لكم ما تشيلوهوش من الفرن غير لما يبرد خالص. هتفتحوا الفرن وتطفوه وتحطوا فيه معلقه خشب متوارب شويه، وبعدين نيجي نعمل ايه بقى؟ ناخد نبطس الحاجات دي كده عشان تبقى كلها شكلها حلو انسيابي. وعندي شوكولاته مبشوره قدامنا اهي، نفضل معاها كده لغايه ما تديني الشكل الجميل. وعموما هي هتتغطى بالشوكولاته ما نقلقش خالص. نيجي هنا، حلو قوي، نشيل الزياده لو في زياده، ونرجع تاني وناخد بقى ده على النص كده. وهنعملها جربوها، حلو قوي وبالف هنا وشفا. شيل دي خالص مش محتاجينها، ونيجي هنا نعمل ايه؟ الشوكولاته المبشوره بتاعتنا دي ناخد شويه من الشوكولاته الاول مبشوره صغيره على الوش باي طريقه باي شكل. وانا قلت لكم ده وايت فورست مش بلاك فورست. وناخد القطع الكبيره هنا نحطها باي شكل، باي شكل عشان تديني شكل جمالي اهو تمام. نحط زي ما انتم شايفين كده باي شكل، باي هي هتلزق معانا وهتديني الشكل اللي انا محتاجه. بنكمل طبعا بالشكل ده لغايه ما نكمل كل الشوكولاته حواليها، ولكن طبعا عشان الوقت انا هجهز قبل كده واحده في الثلاجه، فهنودي دي هنا عشان نكملها في الفاصل، ونرجع تاني نشيل كل الحاجات دي ونروح نجيب الجاهزه اللي عندنا في الثلاجه. شيلها يا احمد الله يخليك. وكل الحاجات دي ما بتاخدش وقت طبعا، ولكن انا بحب استغل الوقت في حاجه تانيه. تعالوا بقى نشوف الجاهزه عندنا اهي، ونقول بسم الله. هنديها بس رشه كاكاو الاول، رشه من الكاكاو. ثانيه واحده نزود لها رشه كاكاو كده عشان تديني شكل حلو قوي. بصوا بقى شايفين بقى كلها متجلسه والشوكولاته موجوده عليها حلوه قوي من كل الاتجاهات. هناخد بقى قطع من الفراولة نحطها على روزيتات الكريمة. بعد ما نخلص كده شوية من الفراولة هنروح علشان ناخد، لو عايزين تحطوا بقى فراولة في النص ممكن نحط قطع من الشوكولاتة، نحط اللي انتوا عايزينه، بس احنا حاطين جواها فراولة فالفراولة هتفتح معايا، يعني الفراولة هتديني شكل حلو قوي جواها. حلو كده زي ما انتم شايفين احلى وايت فورست ممكن تشوفوه،
هشيل دي كمان وهوديها هناك، وعندي واحده كمان لو عايزين تعملوها مربعه زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا هنا الدنيا فيها قلق شويه، المربعه موجوده عندنا، هنشيل كل ده. وتعالوا نعمل معانا احلى تارت بالتفاح، تارت لذيذ مقاديره بسيطه، هنعمله مع بعض من الالف للياء. بس نغير بقى الكلافز ده ونيجي نقول مقاديرنا بسيطة جميلة زي ما انتم متعودين معانا، بنقول لكم كل المقادير بكل التفاصيل ببساطة. العجينة، العجينة بتاعتي هي عجينة سابليه بسيطة مفيهاش حاجة خالص، هنقول عليها تمام. هنا هنحط دي كده بسم الله، بس مش هنستعمل مضرب، هنستعمل الكف. أول حاجة عندي المقادير هي عبارة عن 2 كوباية دقيق، نص كوباية زبدة، نص كوباية من السكر البودر، ورشة فانيليا، ولو احتاجنا بيضة هنضيفها، تمام؟ الحشوة كيلو من التفاح متقطع قطع صغيرة، كوباية سكر، 4 معالق زبدة، وكمان عندي رشة من القرفة، كوباية من الكريمة، ومع 2 كوباية من الشوكولاتة، لا، كوباية من الكريمة، وكمان عندنا معلقتين من الجناش وشوية قرفة. بسيطة لذيذة، هنشوف مع بعض أحلى تارت ممكن تاكلوه، ورائع وغني ولذيذ، وكل الحاجات دي موجودة معانا بمنتهى السهولة بمنتهى البساطة. سابليه انتوا عارفين السابليه عملناه ألف مرة، بس أنا طبعا حابب كل مرة ان انتوا تشوفوا الطريقة ونعمله ازاي. نشغل الأول بالراحة ونمسح الدنيا هنا، ننظفها. بعد ما ننظف الدنيا كده حوالينا هنيجي نعمل ايه؟ هنجيب الدقيق جنبنا، وناخد السكر بتاعنا، وناخد التفاح علشان نسوي التفاح تسويه كامله. يعني ايه تسويه كامله؟ هنشوف كله مع بعض، كل حاجه هنشوفها مع بعضنا. تمام اهو بالراحه خالص اهو، كل حاجه انتوا عارفين انا بعملها قدامكم ببساطه. اول ما احس كده ان الزبده بدات تدوب مع السكر هزود شويه. ونيجي هنا اول ما يسخن معانا، اول ما يسخن معانا الطاسه بتاعتنا او الحله بتاعتنا او اي حاجه، هجيب الزبده بالراحه والقرفه جنبي عشان الزبده تسيح معانا. التفاح ده لوحده ينفع حشوات كتير قوي، تاني التفاح ده لوحده ينفع حشوات لحاجات كتير جدا، وهي حاجات مثلا عارفين عجينه الملفي ممكن نعمل كده حاجات صغيره وندخلها الفرن فطعمه بيبقى رائع. تزود السرعه شويه، واول خلاص الزبده دابت اهي، خلاص اهو هنحط عليه الدقيق بالراحه برضو ونسيبهم يختلطوا مع بعض، هيعملوا لي عجينه. لو لقيت العجينه بتاعتي لسه كرامبل يعني عامله جزيئات ناشفه ازود عليها البيضه، لقيتها انظبطت خلاص انا بس هديها شويه فانيليا شويه صغيره. كل الحاجات اهي قدامنا جاهزه ولذيذه زي ما انتم شايفين. هنزود بقى السرعه يعني نستنى عليها شويه. العجينه دي بتحصل بعد كده ايه يا شيف يسري؟ باخدها اريحها في الثلاجه مش اقل من ساعه. بقول تاني، العجينه دي باخدها اريحها في التلاجة مش أقل من ساعة. جيب بقى الحاجات كلها جنب بعض كده، لأن أنا عندي هنا كريمة القرفة والجناش، عايزين شوية جناش، كل حاجة جنبنا. الزبدة بدأت تسيح، هي القصة بقى إن أنا هاخد وقت في تسيح الزبدة وتسوية التفاح وكمان تبريده، لازم يبرد معانا. طبعا انت قطعت التفاح يا شيف يوسف مش هيسود، ما احنا حطينا عليه شويه ليمون اهو. تمام كده فضينا التفاح كله ونسيبه خالص لغايه ما يستوي معانا، بس كل شويه نقلب من فوق لتحت كده عشان يختلط مع الزبده. حط السكر عليه عادي جدا مفيش مشكله خالص، لغايه ما يكرمل معانا وهيدينا اللون الرائع اللي هنشوفه. طب يا شيف يسري، هو بيبقى فيه سائل، بيبقى فيه سائل. انا طبعا عامل ايه؟
واخد واحدة من عجينة التارت سويتها تسوية كاملة زي ما انتوا شايفين، ودهنتها بشوكولاتة بيضة. ليه؟ عشان لو في سائل في التفاح ما تتكسرش معايا بسرعة او ما تدوبش معايا بسرعة. تاني انا خدت سويت دي تسوية كاملة وبعدين دهنتها بشوية شوكولاتة بيضة زي ما انتوا شايفين، علشان اما اجي افضي فيها التفاح بتاعي اللي مع القرفة لو في سوائل شوية ما تتكسرش معانا. كده بقى انا هحط جزء من البيض او البيضة ونسيبها لغاية ما تختلط معانا براحتها خالص. اهو التفاح بقى بدأ دلوقتي يستوي معانا، او يعني يدوب كده يسيح معانا شوية. ومعايا طبعا العجان في عجينة السابلي اللي انا قلت لكم عليها، انا عملتها النهاردة بطريقة يعني قللت كمية الزبدة شوية، وبدأت البيضة مع كل الخليط اهو. هنيجي نعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي اول ما احس ان التفاح بتاعي بيستوي هزود عليه القرفة. طبعا من الحاجات الرائعة اللي بتخلي طعم التفاح جميل هي القرفة. حلو قوي كده بالراحة خالص واحنا مش مستعجلين، واروح كل شوية بص على العجين بتاعنا، ضفنا له كل حاجة، ضفنا له كل حاجة. لو لقيته برضو محتاج بيضة كمان او شوية مية ممكن اضيف شوية مية، لان انا قلت لكم انا مقلل الزبدة، يعني هو اصوله ياخد 3 ارباع كوباية زبدة بس انا مخففها علشان خاطر اللي محتاج يعمل يعني خلاها ما فيهاش زبدة كتير يبقى كويس قوي. اهو التفاح بتاعي بدأ يستوي معانا شوية، فهنحط نقطة مية حوالي معلقة ونستنى عليه. عايزين تضيفوا بيضة مفيش مشكلة خالص. لقيت العجينة بدأت تلم معايا زي ما انتوا شايفين كده واحدة واحدة، لو احنا بصينا عليها هنشوفها بدأت تلم معايا. بص اهلا، هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا عايزه. خلاص بقى مش هعمل حاجة غير هرفع، لا هلمها الاول بايدي عشان تشوفوا قوامها عامل ازاي. اهي بتتلم ابسط مقادير وحاجة سهلة جدا اهي. بصوا دي طبعا قبل التسوية ودي بعد التسوية، ولكن لازم ترتاح في التلاجة في كيس بلاستيك على الاقل زي احنا بنقول يعني ساعة ترتاح. اهي شايفينها اهو، دي العجينة بتاعتنا اللي احنا عملناها، ودي العجينة بعد ما فردناها وسويناها. بس رجاء لما تيجوا تسووا اعملوا فيها ايه بقى، حطوا شوكة يعني غرزوها بشوكة كده، وبعدين هنجيب ورقة من اوراق الزبدة ناخدها علشان خاطر نحطها جواها، وشوية بقول فول او لوبيا او فاصوليا عشان تطلع معانا بالشكل ده ما ترفعش معانا. بصوا بقى التفاح بدأ يغلى، التفاح بدأ يغلي معانا اهو. تمام، انا مش هحط دلوقتي، ده انا مستني الاستوي يا جماعة، لازم يستوي معانا خالص يبقى حاجة كده لذيذة وجميلة وطعمها حلو قوي. احنا معاه خالص لغاية ما يستوي. هنيجي نعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل التوبينج اللي على الوش، وهو معلقتين من الجناش ومعلقة من القرفة. نيجي كده بالراحة ناخد معلقة او معلقتين من الجناش اهو، ونقلب بالراحة عشان الكريمة ما تهبطش معانا زي ما عودتكم. طب الجناش ده يا شيف يسري معمول ازاي؟ انا بعمل الجناش بحط كوباية كريمة وبحط عليه كوبايتين من الشوكولاتة المخفوقة، ممكن اديله معلقة او معلقتين من الزبدة. شوفوا طالع ازاي؟ حلو، حط شوية القرفة علشان احنا حاطين قرفة في التفاح، او هنحط قرفة في التفاح دلوقتي يبقى كل حاجة واخدة قرفة. وكمان في ناس ما بتحبش القرفة فممكن ندخلها لهم في الاكلة من غير ما ياخدوا بالهم، او يعني ولادنا لو ما بيحبوش القرفة ممكن ندخلها في الاكل من غير ما ياخدوا بالهم. بصوا بقى كل الخليط اندمج مع بعضه اهو وبقى زي الفل، حلو قوي كده. ما خليش فيه بقى حته بيضه ولا حته بني غامقه ولا الحاجات دي كلها، لازم ادوبه خالص اهو. بعد ما دوبته ناخد كده شايفينه، نجيب الحروب برضو عشان ما يبقاش فيها قطع من اي حاجه بيضه، زي اهو
بصوا كمان تمام زي الفل. اسيب ده دلوقتي ونروح نمسح هنا ونبص على التفاح. اهم حاجه التفاح ده يستوي معانا، يستوي معانا كامل زي ما بقول لكم. نيجي نقلب اهو، دخلت التسويه. ايه اللي بيعرفك يا شيف يوسف انه دخل في التسويه؟ شايفين القشره بدات تدبل، القشره بدات تدبل اهي، شايفينها اهي بدات تدبل معايا. اول ما تدبل معايا بحس ان هي بدات تستوي معانا، لكن في قطع لسه خضرة، لا يبقى نستنى عليها شويه كله يدبل مع بعضه عشان يبقى خليط واحد، يعني ما فيهوش حتت نيه وحتت مستويه. هضيف بقى القرفه كده وانا مش قلقان، ونقلب برضو بايدينا. زي ما قلت لكم حاجه رائعه، انتوا عارفين ان انا دايما بجيب لكم الجديد، ودايما مع بعض كده واحده واحده لغايه ما نعمل كل ما هو جديد ونلف مع بعض العالم ونعمل. بس دي اختراع يسري، بكرر لكم تاني، دي اختراع يسري. ليه بقى؟ لان انا عملتها من زمان قوي وكانت عجباني قوي، فالحمد لله. يعني هقول لكم على حاجه، ممكن لو مش عايزين تحطوا عليها كريمه بالقرفه، لو ولادنا ما بيحبوش القرفه قوي، ممكن نعمل ايه بقى؟ نحط عليها شوكولاته متدوبه في شويه لبن بسيط، فبعد ما ندوبها في شويه لبن اما نحط عليها نجلسها كده هتبقى جامده، نقطع هتبقى كده لذيذه وحلوه قوي. انا كل اللي مستنيه ان الصوص بتاعنا ده يتقل شويه، خلاص كل حاجه استوت، الصوص بتاعنا يتقل شويه. ليه؟ عشان اما اجي ابردها واحطها على العجينه بتاعتنا دي ما تكسرش معانا وما تدوبهاش. جميل، بالراحه خالص اهي، الصوص بتاعنا بدا يبقى يعني يخف، لان طبعا شايفين كل ما بنقلب كده حلو قوي، كل ما الصوص والبخار ده بيطلع كل ما بتساوي معانا. احنا ما حطيناش ميه ولا حطينا عليها اي حاجه، احنا حطينا السكر والقرفه فقط. تمام، لان فيه ماده سائله جوه التفاح. هنجيب بوله كبيره، دي بتساعد على التبريد، ونفضي فيها ونبعد دي خالص ونطفيها ونقلب بالراحه. عمليه التقليب دي هي اللي بتخلي التفاح معانا يبرد بالراحه. نقلب كده خالص لغايه ما يبرد معانا خالص. طب السائل ده لو انا مستعجل اصفيه، لو انا مستعجل اصفيه علشان ما يخليش البسكوته بتاعت السابليه تدوب معايا، لكن لو انا مش مستعجل اسيبها تبرد براحتها واصب فوق الطرت بتاعنا. بقى اكرر تاني اهو، لو انا مستعجل حلو قوي، لو انا مستعجل قلنا اصفيه، لو انا مش مستعجل اسيبه يبرد براحته زي ما احنا سايبينه كده. وبعدين معانا واحده واحده، هنشيل بقى الجناش ده ونشيل القرفه دي وكل الحاجات دي كلها. هنبدا نستنى شويه، انا مش عايز يتهري معانا او يدوب معانا خالص. انا بذكركم لو انا مستعجل هصفي الصوص بتاعنا ده، بس الصوص ده طبعا طعمه حلو قوي، فانا بقلب كل شويه. ممكن اجيب بوله تانية، ممكن اهو. بصوا بقى الصوص بتاعنا ده روعه الروعه اهو، شايفينه جميل الصوص اللي نازل عندنا تحت. برضو اجيب بوله تانية اسرع ونفضل نقلب فيها لغايه ما تبرد معانا خالص. ركزوا لو حطيناها سخنه هنكسر معانا الطرت بتاعنا، الطرت بتاعنا مش حساس يعني، بسكوته ناعمه قوي وممكن تدوب معانا كمان. نقلب تاني اهو، شوفوا بقى وانا بقلب الصوص بيتجمد شويه، كل شويه بيتشرب مع التفاح لغايه ما يتجمد خالص، يعني يبقى خليط اهو، خليط واحد. كل ما يبرد كل، لان الصوص بتاعنا تحول الى كراميل، اما سويناه هنا على البوتاجاز اتحول لكراميل، فعشان كده مش هنلاقي صوص كتير موجود معانا في التفاح. كل ما يبرد هنستنى كمان دقيقه اهو، وهفضي دي كده بالراحه بقى، ونقول بسم الله ونفردها. حلو قوي، ما تنسوش ان انا حاطط شويه من الشوكولاته تحت. ليه؟ علشان الشوكولاته بتاعتنا دي تعمل ايه؟ لما تحفظها ما تخليهاش تدوب. شوكولاته بيضه، دهنها كده بالفرشه اهو، شايفين؟ غطينا بالتفاح اهو،
هستنى عليه ثانية واحدة، هستنى عليه ثانية واحدة. وأنا مجهز طبعا هنا الكريمة، ناخد روزتات كده، هي دي، وهنبدأ نلف حواليها لغاية ما نملاها بالروزتات دي، ونحط شوية من الشوكولاتة القطع زي ما انتوا عايزين. مش عايزين شوكولاتة قطع، ممكن نحط على وشها شوية من الجناش زي ما تحبوا. التجميل ده انا بسيب لكم دايما فرصة ان انتوا تجنشوا او تجرنشوا زي ما انتوا عايزين بالراحة. حلو قوي كده. وانا واقف معاكم كده هوريكم حاجة، هنروح نبص على الكيك بتاعنا اخباره ايه. الكيك بتاعنا هيكون اخباره ايه اللي احنا حطيناه من شوية في الفرن. طبعا مش هنفتح عليه عشان ما يهبطش معانا، احنا هنبص كده ونوريكم لونه، وهبص عليه كمان دلوقتي. تمام، هنملاها كلها. تمام، واحنا هنفضل نكمل كده لغاية ما نملى كل التارت بتاعنا. عشان كده هستأذنكم ناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنوريكم شكل الحاجات اللي عملناها. يا رب تكونوا مستمتعين معانا زي ما انا بستمتع معاكم. كل الجديد الممتع التعليم هتلاقوه في برنامج مطبخ الحياة مع الشيف يسري بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض حاجة لذيذة قوي، عملنا مع بعض الوايت فورست غير البلاك فورست، حشوتها فراولة وكريمة وشوكولاتة بيضة، وكمان جلسناها من فوق بشوكولاتة بيضة وكريمة برضو، وكمان عملنا طرت تفاح من أجمل الحاجات. حشوته عبارة عن تفاح مكرمل بالسكر وعليه شوية قرفة، وبعد كده بنعمله روزتات عبارة عن كريمة مخفوقة عليها شوية قرفة وشوية جناش. استمتعوا بالشكل، استمتعوا بالمنظر، يعني حاجة لذيذة قوي. زي ما بقول لكم كل يوم، يا رب نحب بعض ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.